طاب مساءكم محبة المشاهدين بكل خير في حلقة جديدة من برنامج من العراق. مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية وضع الحكومة على سكة الطريق من أجل تشكيلها، إلا أنها لم تتضح حتى الآن. فهل ستكون حكومة أغلبية أم ستكون حكومة شراكة وطنية؟ أم أن الاتفاق المسبق هو الذي سرع في عملية المصادقة على هذه النتائج لتبدأ مرحلة جديدة من الحراك السياسي؟ هذه المحاور أحبة المشاهدين وأكثر نناقشها الليلة مع ضيوفي بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. ينتظر العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بانعقاد الجلسة الأولى في مجلس النواب من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، ومن المفترض أن يشكل الحكومة الفائز بعدد المقاعد، وهو التيار الصدري الذي حاز على 73 مقعدا. لكن نظرا لوجود قوى أخرى على الساحة العراقية، فإنه على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن يتحالف مع تلك القوى لتشكيل حكومة توافقية. وبعد يومين من المصادقة على نتائج الانتخابات، التقى الصدر بممثلين عن الإطار التنسيقي لبحث تشكيل الحكومة، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الطرفين لم يتفقا، والعقبة كانت هي زعيم دولة القانون نور المالكي الذي أصر الصدر على استبعاده من الحكومة الجديدة، بينما اشترط التحالف الفتح أن يكون المالكي من ضمن المؤسسين لهذه الحكومة. في الجانب الآخر، تجري التحالفات والحوارات بين القوى السنية والأحزاب الكردية في مسعى منها لحل عقدة تشكيل الحكومة بالتواصل مع الأحزاب الشيعية، إلا أن الجميع ينظر إلى الحنانة كونها صاحبة المقاعد الأكثر عددا في هذه الدورة الانتخابية، لكن شروطها التعجيزية ستجعل تشكيل الحكومة أمرا في غاية الصعوبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج من العراق. دعوني أرحب بضيوفي لهذا اليوم، المتحدث باسم حركة امتداد الأستاذ منار العبيدة. حياكم الله. وسهلا بك. أهلا مرحبا. حياكم الله. كما أرحب أيضا بعضو تحالف الفتح الدكتور حيدر البرزنجي. حياك الله. أنا مو عضو تحالف، يعني مراقب سياسي، يعني إيه، لا أحسب على جهة سياسية. تمام، الله يبارك. حياكم الله. أبدي حديثي مع أستاذ منار فيما يتعلق اليوم بالمصادقة على نتائج الانتخابات. كيف تقرأ اليوم عملية المصادقة من قبل المحكمة الاتحادية؟ يعني أولا تحية طيبة لحضراتكم. حقيقة يعني احنا لاحظنا انه هذه الانتخابات نتجت من بعد صراع كبير في الشارع العراقي، وما انتجته ثورة تشرين والتضحيات التي قدمها الشباب، بالتالي هذه كانت نقطة مفصلية حقيقة في العراق. اليوم الانتخابات حدثت وكانت لأول مرة تتكلم عن الدائرة دوائر المتعددة، وحققت الجهات مختلف المقاعد، بالتالي كنا موضوع المصادقة كانت نتيجة حتمية متوقعة، خصوصا أنه إحنا لاحظنا أنه كانت تسير نوعا ما هذه العملية أفضل من العمليات والانتخابات السابقة للسنوات السابقة. يعني شهدنا انتخابات 2018 قبل 2014 كانت نسب التغيير بها والتزوير أكبر بكثير من اللي صارت حاليا، فبالتالي ما كان عندنا شك أنه بالنهاية القضاء وعدالة القضاء، وبالتالي التصديق على هذه النتائج. طيب، على الرغم اليوم من النظام البيومتري والعدوى الفرز، إلا أن اليوم حتى مسألة المصادقة على قرارات أو نتائج الانتخابات كان متأخر هذا القرار. يعني أكيد أكو ضغوط من بعض الجهات اللي كانت غير راضية عن نتائج الانتخابات بشكل واضح، بالتالي هذه طبيعة موجودة بطبيعة بشرية. أي شخص لا يتقبل الخسارة بسهولة، يعتقد أنه دائما هناك نوع من التغيير الذي حصل، فبالتالي هذا حق قانوني لكل شخص، من حق أنه يعترض طالما كانت في الأطر القانونية، لا يوجد اعتراض من أي جهة، أتوقع هذا الموضوع جدا واضح. لكن بالنهاية القانون قال كلمته ووضحت الموضوع وأعلنت المصادقة بشكل كامل. كان هناك انصاف من قبل المحكمة الاتحادية لكل القوى السياسية؟ ما أقدر أتكلم عن كل القوى السياسية، يعني بعض الطعون ردت.
كل القوى السياسية هي اللي تتكلم عن جانبها، ولكن بما إحنا كامتداد نشوف إنه حقيقة النتائج كانت مرضية، العملية الانتخابية شابتها بعض الملاحظات، لا أستطيع أن أقول إنه كانت 100% وأكون مثالي لهذه الدرجة. لدينا أيضا طعون قدمناها لبعض المرشحين، قدمناها إلى المفوضية، ولكن بالنهاية كما أقول إنه من قبل بهالنص، من قبل بانتخابات ونتائج 2018 عليه أن لا يرى أنه 2022 كانت انتخابات خطيرة إلى هذه الدرجة. طيب خلي أنتقل مع الدكتور فيما يتعلق أيضا بهذه المسألة، مسألة المصادقة على قرارة يعني نتائج الانتخابات عفوا. كان هناك أيضا اليوم جانب للإطار التنسيقي بسحب المتظاهرين من كل الساحات في داخل بغداد، اليوم لماذا هذا التوقيت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك، حياكم الله. طبعا اللي يلجأ سلوكا سياسيا دستوريا قانونيا عليه أن يلتزم بمخرجات ما بدأ به. إطار تنسيقي بدأ باللجوء إلى المحكمة، وبالتالي عندما لجأ إلى المحكمة قدم الأدلة. المحكمة لم تقل لا توجد أدلة، المحكمة ردت الدعوة لأنها ليست الجهة المختصة أو ليست الجهة الاختصاصية، في حين هي نظرت بنفس الدعوة في عام 2018 وألزمت المفوضية بالعدوى الفرز. المحكمة أدلت بشهادة كبيرة أنه فعلا هذه المفوضية قصرت، وأنها مقصرة في أداء واجبها، وأن الشركة الفاحصة الألمانية قالت أنه هذا الجهاز اللي هو سي ألف الذي وهبته مفوضية الأمم المتحدة إلى المفوضية بعد انتهاء كل شيء هو يسبب خطر على العملية السياسية أو عملية انتخابية. لماذا؟ لأنه فيه معالجة وفيه سيرفرات عدد اثنين ومعالجة النتائج مع العد والفرز اليدوي اللي هي نسبة 5%، هذه الصناديق اللي عددها 8000 وكذا صندوق اللي تبلغ 1.5 مليون صوت اللي ما يعرف شنو مصيرها. بالتالي هذه قدمتها المحكمة وأردفت قائلة بأنه نظرا للوضع السياسي، نظرا للوضع الاجتماعي، نظرا لعدم تحمل وتقبل المجتمع العراقي مرة أخرى لإعادة انتخابات سوف نمضي، وبالتالي مضت الكتل السياسية التي سلب حقها وزورت إرادتها. لماذا؟ لأنها عضت على النواجد وتمضي في العملية السياسية رغم أنه ما زالت هذه الملفات والمظلومية مطروحة. طيب. هذا أمر لم يتغير إلى الآن. هذه يثبت أو ثبت بالدليل القاطع أنه عملية انتخابية شابه التزوير، وهناك ضغوطات مورست. لا يوجد خاسر، مفردة الخسارة ما موجودة، أغلب الكتل السياسية بقت محافظة على أوزانها. نعم هنا نزل نوعا ما منتظم سياسي، هناك ارتفع منتظم سياسي، عملية طبيعية، لكن تصويرها بهذه الصورة هو الغير طبيعي. لكن حتى اليوم حظوظ الإطار التنسيقي ما بعد الطعون أعتقد زادت، ربما 5 مقاعد زادت للإطار التنسيقي. سبع مقاعد. نعم. طيب هذا الأمر اليوم يدلل على وجود تزوير بالانتخابات. لماذا فقط، مو فقط هذه ال7 مقاعد، لماذا أوصت المحكمة بأن تكون الانتخابات القادمة، رغم أنه هي وصية يعني غير ملزمة باعتبار أنه نظام الفصل بين السلطات. نعم. السلطة القضائية ليس من حقها أن تلزم السلطة التشريعية، بمعنى أنه ألزمتها أو وصت بأن يكون العدو الفرز يدوي. لم يحصل في العالم أن تكون نتائج إلكترونية، روح راجع حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن فيها هكذا معالجة لقضية النتائج. القضية السيبرانية حاضرة، مختصين يتحدثون عن هذا الأمر، وأكو تحدي في لكل مؤسسات الدولة، من قضاء، من نقول مفوضية، خلي ينتدبون مجموعة من المتخصصين في هذا المجال من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي هم اختصاصهم تقنيات. دكتور اليوم حتى من يسأل سائل يقول يابا أنتم اللي شرعتوا قانون الانتخابات وأنتم اللي وافقتوا عليه. أنا ما عندي مشكلة بالتشريع القانون، أنا أتحدث عن النظام البيومتري. لا عفوا، اليوم نتحدث عن آلية، لا أتحدث عن قانون. قانون شرع نعم. طيب هذه أيضا ما خدمكم هذا القانون؟ ما العلاقة بخدمه وعلى بخدم؟ أكو 2.5 مليون صوت للإطار التنسيقي مجتمعة في قبال الأصوات الأخرى أو في قبال المنتظمين الآخرين، هذه ما تعني خسارة.
تحكي له عن الواقع العام. نعم الواقع العام نسبة المشاركة متدنية، رغم هناك حراك كان وكان يفترض أنه تكون مشاركة أوسع وكان يفترض أنه تكون أطياف سياسية أكثر، لكن بقت الأمور متوازنة. أنا أتحدث عن آلية إدخال شيء خارج السياقات القانونية المتفق عليها اللي صوت بها البرلمان. شنو حقية المفوضية بعثة الأمم المتحدة ومسؤولة بعثة الأمم المتحدة المتدخلة في الشأن السياسي من بداية الأمر في التظاهرات إلى الآن؟ جيب لها جهاز وتهبه إلى المفوضية، ليش انقبل؟ ليش قبلت الحكومة؟ ليش قبلت المفوضية؟ أنا أتحدث عن مخرجات. طيب مخرجات الانتخابات بها مشكل. طيب خلي أنتقل في نفس المحور مع الأستاذ منار فيما يتعلق أيضا بهذه العملية السيبرانية. البعض اليوم يشكك في نزاهة المفوضية. اليوم أنتم في حركة امتداد كنتم رافضين للتعامل أو العمل مع الأحزاب السابقة، الآن أنتم الآن أنتم ضمن يعني الجانب السياسي المقبل، المرحلة المقبلة. وين تصير بوصلة أقدامكم في العملية الانتخابية؟ يعني السياسية. بس تعقيبا هذا قبل ما أجاوب على هذا السؤال، نقطة جدا مهمة في موضوع الآن يسميها شوائب العملية الانتخابية. طبعا الكثير من المشككين في نتائجها يحاولون توضيح أنه الأدلة جدا واضحة حقيقة. كحركة امتداد أقولها بكل شفافية، لو لمسنا أدلة واقعية حقيقية على أنه كان هناك تزوير لكنا من أول المنادين في هذا الموضوع. ما شهدناه هو قرائن. قرائن لماذا؟ دائما دائما الدليل والذي يذكره الآخرون أنه لماذا تم هذا الفعل، ومن الاستفسار يتجه إلى التشكيك ويأخذ التشكيك على أنه هو الإثبات لعملية التزوير. لم نلاحظ يعني مثلا لما نشوف ب 2018 كانت هناك فيديوهات واضحة لحرق مراكز انتخابات، لتغيير صناديق. الآن الجماعة عندهم أدلة، ما شافنا هذه الأدلة. سمعنا قرائن، سمعنا مثلا اليوم عن الهجوم السبراني. في البداية قالوا السيرفرات في الإمارات، هذا بالبداية. طيب. بعدين طلعت أشرطة الصناديق. أي أشرطة الصناديق؟ أشرطة الصناديق اللي موجودة كان موجود إنه كل واحد يقدر يأخذها. عفوا بس مداخلة وصلت. نعم دكتور. جنابكم ليس جهة قضائية. لا مو جهة قضائية. نعم. عفوا حضرتك كمنتظم سياسي غير معني بأن أقدم لك الأدلة. الأدلة وين أقدم؟ ليش؟ هذا طلب دكتور. لا ليش؟ حتى أكون أنت تقول إنه أكو تزوير. أنا متبني هذه العملية. جزاك الله خير. متبني أنا عملية الانتخابات. أبين لك واقعية الأدلة اللي جنابك تفضل بها. واقعية الأدلة أنه الشركة الفاحصة المنتدبة من قبل مفوضية الانتخابات اللي هي الشركة الألمانية. نعم. والشركة طبعًا أنا كان لو كنت أعرف انه الحديث عن هذا الموضوع يعني كان جبت كان جبت معي 6 تقارير بملزمه موجوده. طيب. عندي ووعدك اذا تحب ادز نسخه للاستاذ، تتحدث عن خطوره الجهاز سي 1000 الذي ادخل في العمليه الانتخابيه دون ان يكون هناك قرار من المفوضين. اذا تسمع يعني حتى لا نروح بالتفاصيل، انا مو اريد ادخل في تفاصيل هذا الجانب. انا ايش اقول؟ لان احنا قرينا التقرير، قرينا التقرير الشركه الفاحصه الالمانيه. ست تقارير. زين. لا لما تقراها تبدا التقرير، التقرير الاول اشارت بوضوح هناك بعض الملاحظات، ولكن اشارت بعباره جدا واضحه. نعم. اللي هذه دائما يصير تجاوزه بشكل عام. هناك رضا على مستوى صديق الانتخابات. لا اكو ملاحظات. اي قرار، اي تقرير، اي تقرير. لا. اليوم انت اليوم اي جهه باكر عقبه تصير انتخابات متخصصه. لا باكر مو انا جايبها. طبعا انت اي انتخابات بالعالم، ترامب نفسه بامريكا بعضهم مثل ما يقولون نظام انتخابي مثل ما يقولون هم. نعم. بالنهايه اعترض على الانتخابات وقال هذه انتخابات مزوره ودخل بها سبراني وهجوم سبراني وتم تغيير النتائج. هذا الموضوع متوقع، ولكن انه اليوم تجي ارجع واقول انه ما يتم مقارنته مع قرائن وادله لانتخابات 2018 و2014 وفي وقتها رضت كل الجهات. شنو اللي اختلف؟
شنو اللي اختلف؟ ذاك الوقت كان عدو فرز يدوي، بس الان العدو فرز الكتروني. صحيح، بس الان بس تدخل دولي تعرف حضرتك. لا بس 2018 ايضا كان تدخل دولي. مو مثل 2014. اليوم انتم تنفون يعني عمليات التزوير اللي حصلت في الانتخابات. مثل ما قال الدكتور، احنا ما نقدر انه ننفي، احنا مو جهه قضائيه. طيب، ولكن احنا ايضا نريد، احنا رشحنا 43 مرشح كحركه امتداد، صعدوا من عندنا 9. بعض المرشحين اجزموا انهم ما حصلوا على مقاعد اكثر، قدمنا طعون للمحكمه الاتحاديه، ولكن لم نشاهد تقارير واضحه تثبت لنا بان هناك عمليات تزوير واضحه. هناك قرائن متفقين قد يحدث هنا وهناك، مثلا احدى النقاط اللي تم ذكرها انه بعض الاجهزه عطلت. طيب ما هي عطلت علي وعليه وعلى غيري، مو عطلت على جهه واحده، يعني لم يتم الاختيار فقط لانه انا جاي من امتداد يصوت له واللي جاي من جهه اخرى يصوت له. فاذا هذه القرائن لم تصل الى مرحله التشكيك بنزاهه كل العمليه الانتخابيه. هذا وجهه نظرنا. عودة للسؤال حتى ندخل في تفاصيل، ولكن نقطة جدا مهمة. موضوع انه اليوم وجودنا في مجلس النواب، احنا وجودنا حمل الكثير طبعا من المؤيدين لنا ومن المعارضين، يقولون لنا انه اسباب صعودكم هو جزء من عنده هو يسموه الانتخاب العقابي. يعني بعض الأخوة من المؤيدين والمعارضين يقول لك انتم ما صعدتوا لانه انتم صاحب اصحاب فكره، انتم هناك صار نوع من الانتخاب العقابي. هذا بوحده دليل على فشل الاحزاب اللي كانت موجوده في سده الحكم. لانه انا من تقول هذه الكلمه انه انتم صعدتوا نتيجه انتخاب عقابي، بمعنى انه انتم لم تستطيعوا كسب ثقه الشعب وبالتالي صعدتوا هذه الاصوات. اليوم من يقول انه انتم بالنهايه حصلتوا 9 مقاعد و300 الف صوت فقط. طيب، ولكن هناك ايضا اخرين، هناك حركات جديده، اشراقة كانون، مستقلين، هؤلاء ايضا حصلوا اكثر من الاحزاب الفائزه. عدد الاصوات اللي صوتت للمستقلين بغض النظر عن توجهاتهم هي عبرة المليون وشويه. فاذا هناك توجه عام في المجتمع العراقي لتغيير الاحزاب القديمه، مو لانه هناك عداء شخصي لهذه الأحزاب، لأنه هذه الأحزاب حكمت العراق منذ 2003 إلى 2021، وهذه الأحزاب فشلت في إدارة الدولة، الحروب، هدر الأموال، الفساد الحاصل، هذه كلها تتحملها الجهات السياسية. طيب، كلش عجبتني هاي، يعني بصراحة كلش عجبني. طيب، بس هاي المقاربة يفترض أنه ننسى إذا كان فعلاً أكو معاقبة للأحزاب السياسية التي أفسدت ودمرت وحمرت وجعلت كل شيء أسود. أشو التيار الصدري زاد عدد مقاعد، إيش عجب؟ لأنه التيار هذا اسمح لي بس خل أكمل. نعم. أشو الديمقراطي الكردستاني زادت مقاعده، ليش؟ شنو الجماعة مسويها قمرة وربيع؟ ليش هم مو مشتركين ومنتظمين سياسيين؟ أكو فرق. لا ماكو فرق. أكو فرق. أنا أجاوبك. بس خل أخذ منك. أقول أنه حكم الأشياء فيما يجوز ولا يجوز واحد، بمعنى أنه المنتظمين السياسيين إذا كانوا ديمقراطي وإذا كانوا الأخوة في التيار الصدري فهم مشتركون في العملية السياسية منذ عام 2003 إلى الآن في المنظومة التشريعية وفي المنظومة التنفيذية، ولديهم وزارات ولديهم إمارات، بمعنى أنه لديهم مدراء عامون ووكلاء مناصب، وهم جزء لا يتجزأ بل عمود فقري من العملية السياسية. نعم. فلماذا يعاقب هذا الشعب الذي أنا أرى أنه إذا كان هذا المدار ينظر بعين واحدة يعاقب أجزاء ويترك أجزاء؟ إذن هذه ماذا؟ هذه متساقطة، يعني ما يمكن أن نحكم عليها بمطلق بكلية. طيب، أيضا أستاذ منار، هذا الأمر منطقي. اليوم أنت تحاسب جهة دون أخرى، يعني وضع الأمور بحزب معين دون الأحزاب البقية، وضع الأمور بنفس الإطار مو صحيح. أولا هناك سببين. أولا الجزء الأول أنه ما حصد التيار الصدري كعدد أصوات لا يقارن مع ما تم حصده في السنوات السابقة، يعني أو في الانتخابات السابقة.
اليوم التيار الصدري حصل 800 ألف صوت تقريبا كمجمل الأصوات، سابقا كان يحصل 1,600,000 عدد الأصوات، معناه أنه لا ما وصل 1,600,000 1,300,000 المهم صح. يعني كان متجاوز المليون. إذن هذا جانب أول، هناك تراجع صح. الجانب الثاني أيضا لا تنسى أنه موضوع التيار الصدري تفكير عقائدي، الجمهور عقائدي أكثر من الجمهور الآخرين، بمعنى خلي أكمل تفضل. يعني إذا اليوم الجمهور مو دفاعا مو اتكلم بالنيابه عن التيار الصدري، ولكن التيار الصدري اليوم توجه الجمهور لديه هو جمهور ينظر الى العقيده قبل ما ينظر الى الاهداف. انا اتركني من الجمهور، عفوا انا عقبت على ما تفضلت به. انا بكمل لك شو تقول جنابك، تقول الجمهور عاقب. ليش هذا الجمهور ما عنده حضور واستشهاد لما حصل وما يقول انه هذا الاخوة مثلا في التيار او في الديمقراطي، ولكن العقيدة بالنسبة له زين اقوى. هذا العقيدة الديمقراطي شنو؟ الديمقراطي احنا نعرف انا يعني عفوا لا لا انا وياك اتي مع كلامك بالضبط، ولكن الديمقراطي اولا ارجع واقول انه الديمقراطي ما زال الاكراد يعتقدون انه هم البودقة او جزء من عندهم يمثل تيار الحزب الديمقراطي مقابل عداء اخر، سواء عداء كان من إيران أو كان من تركيا، فبالتالي وجود عدو مشترك خلى إنه أنا ألتفت، وهذا طبعاً نفس السلاح. معناته تنحسب القومية اليوم إذا تحدث أكيد عن الأكراد هذه قومية، إذا تحدث عن خويا عندنا أنا مطلع تماماً على هذا الملف. نعم. ونحكي بلسان الباحث بتجرد عن أي أيديولوجية، الأمور مو هكذا. التراجع الذي حصل في القوى السياسية الكردية، عندك التغيير غوران، تغيير كان حاصل أكثر من كذا مقعد في مجلس النواب، اليوم هاي الدورة ما حصل شيء. إيه بس وين راحت على سبيل المثال غوران، آسف للمقاطعة، غوران أعلنوا إنه يابا إحنا الخلل بينا، وقدم مجلس المكتب السياسي قدم استقالته. هسه ماشي، أنا أتحدث عن ذائقة جماهيرية، عن سلوك جماهيري اتجاه أحزاب وأداء سياسي لهذه الأحزاب. إذا قلنا الأداء سين بغض النظر عن المسميات فيه خلل، ما هو سين نفسه موجود. إذا قلنا لا الأداء في صاد، مو صاد هم مشترك ويا سين، فبالتالي عندما يعاقب صاد يجب أن يعاقب سين وصاد بنفس الحدة وبنفس الندية. ليش ماكو اعتراض وامتعاض على القوى السياسية الكردية؟ أكو. ليش ماكو اعتراض وامتعاض على القوى السياسية السنية؟ أكو. لكن خارطة التوزيع التي حصلت في عدد المقاعد للكتل السياسية مو تجعل شك، تجعل هناك يقين على أنه تدخل السفير الأمريكي في إعلانه لكثير من الأمور، ومن ضمنها أنه حدد حتى اليوم في المحكمة الاتحادية شوكت الصادق يوم 27. عجيب. طيب لماذا نسمح بهذه التدخلات التي نرفضها جملة وتفصيلا إذا صدرت من أمريكا أو من تركيا أو حتى من إيران؟ طيب. ليش نسمح بهذه التدخلات؟ دكتور أكيد راح نتواصل، لكن بعد هذا الفاصل. نعم حبيت مشاهدي الفاصل قصير، ومن ثم نعود إكمال حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من العراق. Информацию.
رجعنا لكم احبه المشاهدين اكيد بعد هذا الفاصل. ارحب بضيوفي من جديد، حياكم الله دكتور. اهلا ومرحبا. اهلا بك يا مرحبا. ابدا مع جنابك دكتور حيدر فيما يتعلق ايضا اليوم بمراحل تشكيل الحكومه. السيد الصدر يغرد حكومه اغلبيه لا شرقيه ولا غربيه بعد الاجتماع الذي حصل ما بين التيار الصدري وكذلك الاطار التنسيقي. اي من حقه ان يغرد بما يشاء السيد. ماذا يقصد؟ يقصد انه حكومه اغلبيه وطنيه، صحيح الكل يشارك فيها، ما قال شيء. نفس الشيء. طيب. هسه بدل هاي المسمى، يعني هي مجرد تغيير بالالفاظ، ما حصل شيء. بس تعرف ان مرات انت من تطلق شعار سياسي معين ارضاء هسه للجمهور ثباتا على ما اطلقته انه اغلبيه الوطنيه، اغلبيه الوطنيه يعني شنو؟ يعني الكل يشارك به. الى الان لم يتم اعلان عدم المشاركه من المنتظم السياسي الكردي والمنتظم السياسي السني، إلا من المنتظم السياسي الشيعي، يعني سيد عمار أعلن، الأخوة أيضا في امتداد وحركة الجيل الجديد سووا شراكة أعتقد أم أعلنوا حركة كانون، شراكة كانون هي مع الإطار مع الإجماع الشيعي في التصويت على الحكومة، لكنها لن تشارك. بمعنى أنه كثير من المستقلين سوف يكونون مع الإطار في التصويت على الحكومة، لكنهم ليسوا جزء من المؤسسة التنفيذية، بمعنى يعودون إلى مراقبة وإلى انتقاد الأداء، وهذا جيد، حالة صحية جيدة. هذا جانب من جوانب المعارضة. جانب من جوانب المعارضة. المهم هو مو قضية حكومة، رئاسات ثلاثة لا عودة لها. نعم. ومن ضمنها رئيس هذه الحكومة، يعني لا تجديد. لا تجديد. طيب. لأنه لم تأتي للبلاد ولا العباد إلا بالهد والا بالويلات والحسرات. طيب هذا سوء الاداء. ما هي مخرجات الاجتماع الاخير؟ اتفقوا على ان تستمر الاجتماعات، وكانت الاجواء ايجابيه حقيقه نوعا ما، وانه ذاهبين باتجاه قضيه الاغلبيه الوطنيه اللي هي التوافقيه بمسمى اخر، اللي هي تجمع جميع الاطياف التي لم تبدي استعدادها ان تكون في المعارضه. فبالتالي إذا كان الغرض والقصد أنه أنا أسمي أغلبية وطنية يشارك بها كل الكرد ويشارك فيها كل السنة، وأريد أن أزيح جزء سياسي من العملية السياسية، إذا كان في تفكير التيار الصدري هذا لم ولن يحصل. خليه يذهب هو الأخوة في التيار إلى المعارضة ويكونون مع المعارضة الأخرى، راح تكون معارضة ولا أروع غير هذه الدورة البرلمانية. نعم. إذا التحق بهم الأخوة في التيار الصدري مع امتداد ومع الجيل الجديد، هذا جيد جدا، نصير معارضة متوازنة مهمة. بس أنا يعني عندي خيارات اثنين، أقول لأما التيار وحده بمفرده يتحمل المسؤولية باعتباره جزء من الدولة العراقية وجزء من الدولة العميقة وجزء من مؤسسات الدولة والوزارات أيضا بيده وكثير من الأمور بيده، خليه يتحمل مسؤولية ويتصدى حتى لا يكون تنصل، والآخرين أيضا يذهبون باتجاه المعارضة ويشاهدون أداء. وإما أن يعطي هذا الأمر إذا هو كان مصر على قضية أنه إقصاء جزء دون آخر، يعطي هذه القضية إلى الإطار، اذهبوا أنتم فشكلوا حكومة ويأتي هو إلى المعارضة تربص لهم، بس مو معارضة يومية تظاهرة، مشكلة معارضة داخل قبة البرلمان. المعارضة هي تقويم العملية السياسية، ما يحصل الآن في العراق. لا، هذا ما يحصل في العراق مخالف؟ لا، احنا اليوم انا الى الان في كل الدورات البرلمانيه لم نشهد معارضه حقيقيه، معارضه لسانيه، معارضه ابتزازيه، معارضه حتى ياخذ المنتظم السياسي اللي يحرك الشارع ياخذ له كم منصب، ياخذ له كم مليون دولار، كم مليار ويرجع، هذا اللي كان موجود. اما الان لا، اختلفت الامور. ليش اختلفت؟ لانه الوضع الديموغرافي السياسي، ديموغرافيه السياسه داخل البلد اختلفت. هسه اكو نضوج؟ نعم اكو نضوج. اكو تغيير؟ نعم اكو تغيير، لكنه هذا كله يعتمد على السلوك والاداء السياسي. احنا شفنا شعارات، نحتاج شنو؟ نحتاج الى سلوك واداء واقعي داخل قبه البرلمان. طيب. ذاك الوقت نحكم، نشوف امتداد واقعيه، نشوف الجيل الجديد واقعي، نشوف من التحق بهم اذا كان الاطار او التيار واقعي في معارضته، لو لا مجرد محاولات يعني استفزاز وابتزاز للأطراف السياسية الأخرى المشاركة بالحكومة. إحنا مشكلتنا الكبيرة في مصداقية الأداء السياسي. شلون تتحقق هذه؟ نحتاج إلى وقت.
تجربة. احنا ما زلنا في طور تجربة ترى. وديمقراطيتنا ديمقراطية ناشئة. هذه السنوات كلها تجربة. اي تجربة. اي مئات السنوات مرت في اوروبا. انا ادعو من خلال شاشتكم. طيب. الناس تروح تقرأ. لا تجي تنظر بالشاشة وهي ما تعرف تقرأ. خل تقرأ التاريخ. من يجهل التاريخ في سره لا يدري حلو العيش من مره، ومن وعى على أخبار قوم قد مضوا أضاف أعمارا إلى عمره. هاي أمريكا اللي تتبجح بديمقراطيتها القاتلة الفاشلة التي سببت الويلات والدماء للعراق. قتلتنا منذ عام 1991 اللي حصار وثم احتلال، مرت بسنوات 100 سنة قتال داخلي، عنصرية، سود بيض، كاثوليك بروستانت، إلى الآن كانت حاضرة وموجودة. طيب. فبالتالي علينا أن ننظر أنه هذه التجربة، نعم ما زالت تجربة ناشئة في هذا الإطار، تتحول من نظام دكتاتوري صدامي هدامي 4 عقود إلى نظام ديمقراطي مرة واحدة، هم يحتاج تغيير. طيب دكتور، حتى أنطي الوقت للأستاذ منار فيما يتعلق بمراحل تشكيل الحكومة أيضا، أبقى في هذا الصدد. اليوم امتداد، هل ستشترك في العملية السياسية أم تذهب إلى المعارضة؟ يعني اولا اكو نقطه جدا مهمه، احنا المعارضه ليست خيار بمعنى انه هذا خيارنا بغض النظر عن عدد المقاعد اللي نحصلها. ما نادينا به قبل الانتخابات هو ان تكون لنا الاغلبيه عدد المقاعد مع نحن ومع الاخرين، لذلك نزلنا ب 43 مقعد 43 مرشح، وانتظرنا الاخرين انه دفعناهم للمشاركه في سبيل تكوين كتله بحيث نكون قادرين على تشكيل أو كل الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة. زين. اليوم لكون أنه عدد المقاعد اللي تم الحصول عليها لم نشارك في الحكومة ولن نذهب إلى التصويت على أي شكل من أشكال الحكومة بغض النظر إن كانت من أغلبية أو توافقية، بغض النظر عن المسميات، لسببين أساسيين. السبب الأول، نحن نؤمن بأن الأغلبية هي أغلبية جهة واحدة، بمعنى أنه نريد أن هناك من يحكم الدولة أو يقوم بتشكيل الحكومة من جهة واحدة، لأنه ما تعرضنا له خلال السنوات السابقة أسميه بهدر الدم المسؤولية. اليوم الكل يشكو من الفساد ولا نشخص الفاسدين، الكل يشكو من الهدر ولا نعرف من الذين قاموا بهدر الأموال. اليوم أنتم ضد الشراكة الوطنية التوافقية؟ ضد التوافقية في إدارة الحكم، نعم. لا يوجد توافقية، لم تنجح التوافقية أبدا في إدارة حكم البلاد على امتداد. طيب. السنوات السابقة، ما هي الخيارات المطروحة؟ الخيارات المطروحة بالنسبة لنا هو الذهاب إلى معارضة السلطة التنفيذية كتشكيلة للحكومة. هذا لا يعني أننا سنكون بالند من القرارات والتشريعات التي تخدم المواطن. هي ليست معارضة سلبية. طيب. ليس بأن أكون جالسا في مجلس النواب وأعارض فقط لغرض المعارضة، بالعكس، هناك يجب أن يكون هناك مشاركة بناءة، المشاركة في التصويت، ولكن الأساس في عملنا مع الأخوة اللي موجودين سواء في تحالف من أجل الشعب، مع الأخوة في الجيل الجديد أو مع المستقلين الجدد، هو مراقبة التقييم ومراقبة وتقييم الأداء الحكومي لأي حكومة قادمة. زين. لأنه نحن ما نعانيه على امتداد السنوات السابقة حقيقة هو ضعف الجانب التقييمي للحكومات أو السلطة التنفيذية من قبل البرلمان أو مجلس النواب. للأسف لم نشهد أي استجوابات على امتداد الانتخابات من 2005 إلى اليوم، شهدنا 7 استجوابات وكانت أغلبها استجوابات لغرض الابتزاز بين جهات سياسية مختلفة يتم إنهاؤها بمجرد أن يتم الاتفاق على صيغة معينة، بصيغة الفساد، أن يكون جزء من الفساد. فبالتالي نحن نريد أن نكون آلية تقييم لاستجواب ومراقبة الأداء الحكومي وتوضيح بمواطن الخلل في الحكومة في المرحلة القادمة. أما أن نكون مجرد معارضة لا دور لها سوى أن تقول لا لأي قرار، فبالتأكيد ليس هذا دورنا في المرحلة القادمة. ولكن ما نريد أن يخرج منه العراق حقيقة هو موضوع التوافقية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت باسم بمسميات أخرى. وقد يقول الكثيرين أنه لا بديل عن التوافقية بالعراق، لا، ما وصل العراق من إلى ما وصل إليه من مستويات هو نتيجة التوافقية التي بدأت منذ 2003. أما أنه يكون لدينا اليوم عامل مشترك ووطن مشترك نتفق به على وضع مبدأ المواطنة فوق
أي اعتقاد سواء طائفي أو عرقي، أو أننا نعلن بشكل واضح بأننا فشلنا في القدرة على إذابة هذه الخلافات الموجودة بيننا، وأن يذهب كل جهة إلى حالة ويعلن إقليمه واستقلاله بشكل واضح. ولكن الأساس هي إن حالة راح يتقسم العراق إذا إحنا متقسمين اجتماعياً. إذا اليوم ما زلنا نتكلم إنه رئاسة الوزراء لابد أن تكون للشيعة، والرئاسة الجمهورية للسنة عفوا رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة البرلمان، وموجود هذه المكونات، معناه اجتماعيا غير قادرين على تجاوز هذا الموضوع. فإذا يجب أن نضع حد، يا أما أن نتفق على إيجاد صيغة مشتركة نوضحها للكل بحيث نتفق على عراقيتنا ونضع هذه العراقية فوق أي شيء ثاني وفوق أي مصلحة أخرى. طيب. أو أن نعلن أنه لا يمكن أن نتخلى عن هذه الأمور الطائفية والعقائدية والقومية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. طيب، من الأقرب اليوم إلى حركة امتداد من غير الجيل الجديد؟ هناك الكثير من الحركات الجديدة المستقلة، هناك الكتلة الشعبية المستقلة، هناك الأخوة بعض المستقلين. اليوم تعرف حضرتك الكثير من الأخوة النواب هم جدد على مجلس النواب، لا يملكون الوعي السياسي القادر على توضيح فكرة معينة وكاملة داخل مجلس النواب. ننتظر الشروع بعمل مجلس النواب، وعندها أتوقع أنه الكثير من الأمور ستتم تتغير خلال المرحلة القادمة وستتضح الصورة بشكل أكبر. نعمل على إنشاء كتلة معارضة قوية لا تقل عن 25 إلى 30، ونحن قادرون على ذلك. ننتظر، هناك بعض التحفظات من قبلنا على بعض الشخصيات والأسماء لكون أنه هناك بعض الخلافات قد تكون هيكلية أو عقائدية في جانب معين إلى أن نوصل. راح أتحدث عن مشاركتكم بالعملية السياسية. نعم. لكن ننتقل مع الدكتور حيدر. دكتور، اليوم تحالف الفتح برأيك هل سيستمر في نفس برنامجه السابق أم سيكون هناك تغيير للمراحل القادمة؟ طبعا المراجعة يجب أن تكون، لا شيء يكون بلا مراجعة. منتظم السياسي إذا ما يراجع نفسه فلا خير فيه أيا كان المسمى. لكل مرحلة ذوات، ولكل مرحلة أدوات، ولكل مرحلة يعني استنتاجات ومتغيرات. نعم. مواكبة التغير سواء كان على الجانب السياسي وعلى الجانب الاجتماعي، حدثت متغيرات كثيرة، فيجب أن تقرأ هذه المتغيرات بقراءة واقعية. وبالتأكيد الفتح عنده برنامج وعنده رؤية سياسية تختلف عن برنامجه ورؤيته السياسية السابقة، ويقينا عندما يعني يدخل في قبة البرلمان أيضا هناك تحالفات، أيضا يتحدثون عن وجود مدنيين ومستقلين، مستقلين عفوا لديهم معهم شراكات وتفاوضات وتفاهمات، أرجو الإعلان عنهم حفاظا على حياتهم، لأن بعض المستقلين تعرضوا إلى واقعا إلى تهديدات وإلى ابتزازات. بعض منهم فقد أولاده مسكين، يعني أحد الأخوة من المستقلين تم تسميم أولاده وحتى كان مستهدف هو. البعض أيضا تحركوا بجهة طبعا مجهولة ما تعرف من هي، أرادت بكل صيغة وبكل طريقة أن تجتذب هؤلاء المستقلين، لكن أرجئ إلى المصادقة. الآن بعد المصادقة خلصوا من المنتظم السياسي الذي يحاول إقصائهم وابتزازهم، وأيضا تخلصوا من محاولة أنه قد يزاح إذا تم معارضة جهة سياسية معينة. تعرف بعض الجهات متسلطة ومتحكمة حتى على إرادة المفوضية، وبالتالي اليوم أنا أرى أنه المساحة أصبحت أوسع أكبر، يعني أكو مشتركات كثيرة ممكن البحث بها. هذه الندية والحدية في الخطاب من أي جهة كانت ما راح توصل إلى نتيجة، راح تبقى تؤجج الشارع إلى أن يوصل الشارع إلى مرحلة الصدام، وهذه ما تفيد أحد. فلذلك أنا أنصح منتظمين السياسيين يشعر بنشوة الانتصار وبنشوة الحصول على عدد مقاعد كبير أن يتخلى عن هذا الخطاب التعبوي، عن هذا الخطاب الإقصائي، عن هذا الخطاب اللي حاول أن يزرع الكراهية بين أبناء المجتمع العراقي. اليوم نتحدث بواقع حال، علينا أن نتعامل مع كل الحوادث. امتداد والأخ رئيس الحركة أستاذ علاء كان خطاب يعني نوعا ما مختلف عن هذه المرحلة. أنا قلت لهم أنه الخطاب سوف يختلف، لأنه المرحلة داخل قبة البرلمان يختلف عن خارج قبة البرلمان. تفضل الأستاذ منار قبل شوية قال أنه
أغلب المنتظمين اللي جوين تحت قبة البرلمان ما عندهم خبرة. نعم أتفق وياه، بعد ما متبلور عندهم الفكرة جيدة، يدخل يشوف هذه الساحة هذا الميدان شنو، فبالتالي ممكن أن يختار، ممكن أن يقرر، قد يجد أنه ما سمعه أو ما نقل له في مسامعه أو في من خلال قنوات كذا مختلف. يجوز هذا المنتظم اللي أنا معترض عليه ومعتبره غول وفاسد كبير، لا أتوافق وياه في نقطة معينة، ممكن أن تكون هناك شراكة، ماكو قطيع. بس الخوف من ردود الأفعال الجماهيرية هي اللي تمنع كثير من المنتظمين السياسيين الجدد أن يعلنوا صراحة أو أن يصرحوا أن لهم مثلا تفاهم أو تفاوض أو حتى جلسات حصلت في السر بين سين وصاد لم يتم الإعلان عنها. طيب دكتور، في ظل الحديث اليوم ويعني الجانب السياسي متأزم ربما ما بين الفرقاء السياسيين، في ظل هذا الصراع السياسي اليوم هناك ضغط على المحافظين لتقديم استقالتهم في مثل هكذا مراحل؟ هي هاي الخطورة اللي نتحدث عنها. يعني حكومة الكاظمي واقعا حكومة هزيلة، لم تكن بالمستوى المطلوب، حاولت بكل طريقة أن ترى أو تحتضنها جهة سياسية معينة حتى تكون في كنفها وتعيش حياة رغيدة تحت هذا المسمى، فبالتالي أعطت الحبل على الغارب، يعني أنطت الحبل حقيقة وجعلت من هذه القضية أنه صار تمدد على المحافظين. بأي وقت صارت محافظ يهدد وعليك أن تستقيل؟ ماكو شيء، أكو إجراءات دستورية. إذا المحافظ فاسد فعلى محكمة النزاهة وعلى هيئة النزاهة وعلى الحكومة أو الجهات الرقابية هي من تقيله، مو يجي قيله منتظم سياسي زين، مو يهدد هو وأولاده ويروع. هذه ما صايرة في التاريخ السياسي العراقي، ما صايرة. هذا اعتداء على حرمة الدستور، هذا إنهاء وقتل للمضامين الدستورية والسلوك السياسي، ما ممكن أن يقبل بهذه الطريقة. هاي حالة طبعا حالات ما نقدر نسميها ظاهرة، تنتهي بأول جلسة تحت قبة البرلمان. حتى قضية إنهاء عمل مجالس المحافظات غير دستوري. طيب حتى أنتقل مع أستاذ مناق فيما يتعلق بهذا الصدد، هناك جهات مستفيدة اليوم من إقالة المحافظين سواء كانت في النجف أو في ذي قار. يعني نقطة جدا مهمة اليوم احنا لازم نصورها في الواقع العراقي، هي انه اليوم هناك احتقان واسع من الشعب العراقي على السلطة التنفيذية بكل اشكالها، السلطة التنفيذية والتشريعية. نعم صحيح. هذا سبب ارجع واقول لا يتعلق بجهة واحدة، كل الجهات اوصلت المواطن العراقي اليوم يتبنى اي قرار لاي جهة فيه اذية للجانب السلطة التشريعية او التنفيذية بغض النظر. نعم. نجحت ويمكن تصريحات، وتكلمنا تصريحات وزير المالية قبل يومين شهدت هجوما واسعا، وانا قلت انه ليس المشكلة هي في التصريح بقدر ما انه المواطن العراقي اليوم لا يتقبل ان يسمع اي تصريح من اي مسؤول عراقي. فعليه اليوم ما وصل إليه من إقالة محافظين أو من أي شكل من الآخر من تغيير السلطة الموجودة، سلطة الخدمات في المحافظات، تلاقي إقبالاً واسعاً من المواطن في تلك المحافظة. قد يكون التغيير غير صحيح، الطرق غير صحيحة، ولكن المواطن يشعر بأن هذا التغيير أصبح ضرورياً. ليش؟ لأنه هو دا يشعر أن هناك خلل في إدارة الدولة العراقية، هناك فرق شاسع بين الدولة السلطة التنفيذية والشارع العراقي، فبالتالي أصبح لهكذا أمور أن تحدث بسهولة ويتم تقبلها بشكل واسع بالشارع العراقي. لذلك طيب. شهدنا تغيير في كثير من المحافظات، وباقي المحافظات ممكن أيضا تشهد هذا التغيير وتلاقي أيضا هذا. لكن هذا التغيير بضغط سياسي اليوم. ضغط سياسي، ولكن هناك تقبل جماهيري، ليس بالشرط أن يكون مؤيدا 100% لهذا الموضوع، ولكن لا يعارض هذا الموضوع. حصل هذا الأمر على العكس في محافظة ذي قار، إنه حتى التظاهرات اللي حصلت في ذي قار كان اعتراض على مسألة تقديم الاستقالة للأستاذ أحمد الخفاجي. نعم هناك لا أكيد دا يعني إنه هناك 100% ولا لا يمكن إنه الأمور ليست أبيض وأسود، ولكن أنا أقصد على حالة عامة. لو كان أكو تقبل للسلطة التنفيذية بكل أشكالها من ضمنها سلطة المحافظات، لما استطاع أي جهة تغير المحافظ.
لما استطاعت أي جهة اليوم أن تغير محافظ. اليوم لو تم تغيير أي وزير في الدولة العراقية، أول المؤيدين بغض النظر سيكون الشارع العراقي لهذا التغيير، ليس لأنه هذا الوزير بالتحديد، ولكن هناك نوع من الاحتقان في الشارع العراقي. على الجهات السياسية اليوم أن تقلل من هذا الاحتقان وتوصل رسالة للشعب العراقي الذي عانى معنا من حروب منذ 2003 إلى 2014، وأيضا إلى موضوع الهدر الأموال وما شاهدناه من قتل المتظاهرين واستشهادهم في ثورة تشرين، وما زالت دماؤهم لحد الآن ولم يتم محاسبة أي جهة في هذا الجانب. فبالتالي كل هذه الأمور تبعد الثقة بين الجهة السياسية والأحزاب وبين الشعب. عليه يجب إذلال هذه الفرقة أو هذا المسافة وإيجاد حلول ومعرفة المشاكل، وعندها يمكن أن نتحدث بهذه الأمور التفصيلية اللي تتعلق بالتغيير وغيرها إن كانت قانونية أو دستورية. طالما هناك رضا وتأييد من الشعب لهكذا إجراءات، فبالتالي يمكن أن تأتي بغض النظر حتى لو كانت معادية أو لا تسير بشكل صحيح مع القانون والدستور. طيب أستاذ منار، حتى أختم مشوارنا وحلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لحضرتك. نعم أحبة المشاهدين، أشكر ضيوفي الكرام في داخل الاستوديو، وأيضا فيما يتعلق بالإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وما يدور من شد وجذب ما بين اختلاف الآراء. الشارع العراقي لا يزال ينتظر كل هذه التفاصيل المتعلقة بمراحل تشكيل الحكومة العراقية. انتظرونا في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج من العراق. إلى ذلك الحين أستودعكم الله.